خمسة ابتدائي هنشتغل مع بعض دلوقتي أسئلة قناة الوزارة في العلوم المفهوم الأول احتياجات النبات، وده الجزء الأول. أكمل. يقوم نقط بنقل الماء من الجذر للأجزاء العليا من النبات. تقوم نقط بامتصاص الماء من التربة لنمو النبات. 3. يعتبر نقط والماء من الاحتياجات الأساسية لنمو الكائنات الحية. 4. يكون النبات نقط كمصدر لطاقته. يكون النبات نقط كمصدر لطاقته من تفاعل ثاني أكسيد الكربون والماء وضوء الشمس. ودي الإجابات. ينمو النبات بشكل نقط اللي هي أفضل في التربة الزراعية عن خارجها. تمد التربة النبات بنقط اللي هي المعادن اللازمة لنمو النبات. ناخد بالنا صح وغلط. الماء ليس من الاحتياجات الأساسية لنمو النبات. يستطيع النبات تكوين غذائه في صورة سكر. التربة من الاحتياجات الأساسية لنمو النبات. يبحث النبات عن الغذاء للحصول على الطاقة. ودي الإجابات. في تاني. لا يستطيع النبات النمو خارج التربة. تمتص أوراق النبات أشعة الشمس اللازمة لتكوين غذائه. يمتص النبات الماء من التربة عن طريق الأوراق. ينمو النبات جيدا في وجود ضوء الشمس. ودي الإجابات. توصيل. من الاحتياجات الأساسية للنبات هتكون إيه؟ تنمو بعض النباتات دون الحاجة إلى. يمتص الماء من التربة. ودي الإجابات. ناخد بالنا من الأسئلة المقالي. ما أوجه الاختلاف بين الإنسان والنبات في طريقة الحصول على الطاقة؟ ودي الإجابة. أيهما أفضل، نبات ينمو في التربة أم نبات ينمو خارج التربة؟ وضح السبب. ودي الإجابة. ضع كل كلمة في مكانها الصحيح. كانوا ملخبطين الكلمات وقال لك مين بيتشاور عليه، فطبعا ناخد بالنا من البيانات. اختار. ما الوظيفة الأساسية لجذور النبات؟ يعطي لون أخضر، تمتص ضوء الشمس، تنتج البذور، ولا تمتص الماء والمعادن؟ اللي بعده. إذا منع ضوء الشمس عن النبات عدة أيام فإنه يذبل، يقوى، ينمو، ولا يخضر؟ اللي بعده. من الكائنات الحية التي تعتمد على غيرها في الحصول على الغذاء؟ الأعشاب، الحصان، النباتات الزهرية، النباتات المائية. وبكده احنا خلصنا الجزء الأول، وتابعوني علشان هننزل أسئلة أول بأول. شكراً.